السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى إخوات في الدنيا. طريقة الاستغفار النهاردة، خلينا نخش في الموضوع مع بعض على طول، أنا بحب كده. طريقة الاستغفار اللي هنشرحها النهاردة معاكم، أنا كاتبها في ورقة مجهزة أهي، اللي بيها إن شاء الله تدوق نتائج، وهي للناس اللي بتقول أنا لما باجي أستغفر ربنا ما بفتكرش الذنوب اللي أنت بتقول عليها. يعني أنا ما بفتكرش الذنب اللي أنا بقى اللي أنت بتقول لي لازم تفتكر الذنب عشان ربنا يقبل منك، صح؟ يعني انا في كل فيديوهاتي بقول كده. فعشان كده الطريقه دي اللي هشرحها لكم في الفيديو ده، والله الذي لا اله الا هو، لو طبقتها في حياتك بنفس الشرح اللي احنا بنشرحه ده، بفضل الله عز وجل هتشوف النتائج بنفسك. تمام. فان شاء الله باذن الله هديكم بقى الهديه انا النهارده، ان شاء الله بفضل الله عز وجل هديكم هديه عن الاستغفار تدوق بيها نعمه وجنه الاستغفار الصحيح. بس ركز وهات ورقه وهات قلم زي كده عشان تكتب اللي هتنقله ده. وان ما كنتش يعني في استطاعتك تجيب ورقه وقلم دلوقتي، ابقى اسمع بقى الفيديو مره واتنين عشان ايه تحفظ، والمعلومات اللي هتتقال فيه عن أهم كنز في حياتنا الاستغفار تشربها شرب وتبقى جواك، وتعرف صح نعمة وجنة الاستغفار اللي أنا لما أعتذر الله سبحانه وتعالى ويغفر لي يديني كل اللي أنا عايزه، والآيات اللي قالها في كتابه تتحقق فيها. بس خلينا الأول نبدأ مع بعض بالصلاة على الحبيب، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والطريقه اللي انا هشرحها لكم دي انا ما قلتهاش في اي فيديو من الفيديوهات اللي عندي على القناه، وبفضل الله بفضل الله عن تجربه جربوها زي ما هنقلها لكم كده بالظبط، وبفضل الله هتحس وهتشوف النتائج. اول شيء، ان كنت جبت ورقه او قلم اكتب معايا. في السطر الاول هتستعين بالله وهتكتب بسم الله الرحمن الرحيم. في السطر الثاني طبعا اول حاجه الاستعانه بالله دي حاجه ما فيش فيها كلام. تاني سطر هتكتب اليوم والتاريخ، على سبيل المثال النهارده 31/7/2022، انا كاتب في الورقه اهو كل حاجه. ماشي؟ يبقى ده السطر التاني، هتكتب اليوم والتاريخ اللي انت هتبدا فيه الجلسه، لو هتبدا النهارده اكتب التاريخ النهارده. كتبت في الورقه ما وهتبدا بكره، ما تكتبش التاريخ الا في اليوم اللي انت هتبدا فيه. يبقى كده ده السطر التاني. السطر التالت هتكتب جلسه استغفار. تذكر نفسك بس جلسة استغفار. طيب السطر الرابع هتكتب قسم الذنوب بكل أنواعها، والسطر الخامس هتكتب قسم المعاصي بكل أنواعها، والسطر السادس هتكتب قسم السيئات بكل أنواعها، والسطر السابع هتكتب تاريخ الميلاد اليوم اللي انت اتولدت فيه. وخلي بالك تاريخ اليوم اللي انت اتولدت فيه اللي هتكتبه في الورقة ده في الجلسة دي مهم جدا. هتكتب اسم الله الغفور، والسطر التاسع هتكتب اسم الله الحي، ورقم 10 هتكتب اسم الله القيوم، ورقم 11 هتكتب الصيغة اللي هتستغفرها أثناء الاستغفار، استغفر الله، ورقم 12 هتكتب غفرانك ربنا وإليك المصير. انت كده هتكتبها في ورقة. ارجعهم بس مع بعض سريع عشان تكون انت لو بتكتب يبقى تكون ايه كتبت صح. هتكتب بسم الله الرحمن الرحيم في اول الورقة، بعد كده اهي بسم الله الرحمن الرحيم في اول الورقة، بعد كده هتكتب التاريخ بتاع اليوم اللي هتبدأ فيه، بعد كده هتكتب جلسة استغفار، بعد كده هتكتب قسم الذنوب بكل انواعها، بعد كده هتكتب قسم المعاصي بكل انواعه، بعد كده هتكتب قسم السيئات بكل انواعه، بعد كده هتكتب تاريخ الميلاد اليوم اللي انت اتولدت فيه، بعد كده هتكتب اسم الله الغفور، بعد كده هتكتب اسم الله الحي، بعد كده هتكتب اسم الله القيوم. الصيغه اللي هتستخدمها رقم 11 استغفر الله، الصيغه رقم 12 اللي هتستخدمها بعد كلمه بعد استغفر الله غفرانك ربنا واليك المصير. شروط الجلسه دي بتقول انك تكون في مكان لوحدك، لو هتقعد على كرسي ماشي، بعد ما كتبت الورقه، بعد ما كتبت كل اللي احنا عملناه دي في الورقه، يعني تاريخ الميلاد، تاريخ اليوم اللي انت اتولدت فيه مهم، وتاريخ البدء اللي انت هتبدا به الجلسه مهم. طيب
شروط الجلسة دي بتقول ايه؟ بتقول انك تبقى تكون في مكان هادي، لو هتقعد على كرسي تبقى كفة ايدك مفتوحة للسماء، واغمض العينين مهم، وتتنفس 3 انفاس وانت مغمض عينيك. النفس الاول هتخليه 5 ثواني، يعني هتاخد نفس وتكتمه لمدة 5 ثواني، والنفس التاني هتخليه مثلا تزود ثانيتين كمان يبقى 7 ثواني وانت كاتمه جوه ومغمض عينيك، والنفس التالت هتخليه 10 ثواني. يعني كتمت، كل ما كتمت النفس بصورة يعني جيدة كل ما حققت نتائج من الجلسة. والورقة اللي انت كتبتها دي لو هتعمل الجلسة وانت قاعد على كرسي حطها في جيبك، لو هتعمل الجلسة وانت مستلقي على ظهرك الورقة تحت دماغك. واهم شيء دايما ايديك بعيدة عن بعض والقدمين بعيد عن بعض، سواء إن كنت قاعد على كرسي أو إن كنت مستلقي على ظهرك، عشان الاستفادة تبقى أعلى معاك. والطريقة دي بفضل الله مش هتلاقي حد يشرحها لك. ومن فوائد الطريقة دي إنك بتحصر الذنوب والمعاصي والسيئات اللي أنت عملتها من يوم ما اتخلقت. وانت بتستغفر ربنا سواء قاعد على كرسي او قاعد او مستلقي على ظهرك، دايما تشوف الورقة اللي انت كتبتها في خيالك. شوف الورقة دي اللي انت كتبتها في خيالك وانت مغمض عينك وانت بتعمل الجلسة. ليه؟ لانك انت اعترفت باليوم، يا ربي انا حطيت اليوم النهارده اهو بتاريخ النهارده اهو، وحطيت يا ربي اليوم اللي اتولدت فيه عشان انا ما مش فاكر ذنوبي ومش فاكر معصيه، مش فاكر اللي انا عملته. فعشان كده انت بتقول له يا ربي اغفر لي الذنوب اللي انا عملتها دي من يوم ما اتخلقت، واديك كتبت التاريخ بايدك من يوم ما اتولدت وجيت الدنيا ومن يوم ما بدات الجلسه، وذنوبك ومعاصيك والسيئات بتاعتك محصوره ما بين الاستغفار اللي انت بتستغفره اثناء تاديتك للجلسه. طيب، حتة مهمة بقى في السيئات، يعني حتة مهمة جدا في السيئات، ركز معاها. أولا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ذنوبك ومعاصيك هتتغفر، ودي من رحمة ربنا علينا مفيش كلام. السيئات اللي بينك وما بين نفسك برضو ربنا هيغفرها لك مفيش أي مشاكل. السيئات اللي انت بتعملها في جسمك، يعني إن كان بقى من أكل إن كان من أي حاجة تانية انت عارفها، السيئات اللي بتسيء بيها نفسك، فدي من رحمة برضه ربنا سبحانه وتعالى عليك هيغفرها لك. أما السيئات اللي بينك وبين الناس وفيها تعامل ما بينك وبين البشر اللي ربنا خلقها دي انسى. طب أعمل إيه بقى عشان الجلسة دي أبقى ماشي بيها بطريقة صحيحة؟ يبقى يفضل إنك أنت تعمل بقى بعد ما تبتدي تطبيق الجلسة دي، تبتدي تعمل أي صدقات وأي حسنات تساعدك مع الجلسة عشان ربنا سبحانه وتعالى يمسح لك ويغفر لك سيئاتك اللي انت عارفها اللي بينك وبين الناس، زي ما بقول في كل فيديوهاتي، لان السيئات اهم شيء، وعشان بتخش فيها حقوق وربك سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد، فمش هتتغفر لك الا اذا كنت بتعمل يا صدقات يا حسنات. والصدقات والحسنات دي تعملها بقدر المستطاع باللي موجود معاك، مش شرط فلوس، يعني مش مهم فلوس. انت النهاردة لو شفت حد مهموم ومتضايق ويأسم من الحياة وخلته ابتسم، فانت تصدقت عليه. انت النهاردة لو انقذت أسرة من الخراب، مثلا بين زوج وزوجة، وحلت مشكلتهم ووقفت معاهم بما يرضي الله، فانت تصدقت عليهم وعملت برضو حسنات. والحسنات والصدقات بيشيلوا السيئات، فعشان تجيب معاك في الجلسة دي طالما هتطبقها يبقى صدقات وحسنات بقدر المستطاع بأي حاجة معاك بإمكانياتك، ولو بمعلومة، ولو تصدقت على أي حد بمعلومة برضو دي هتنفعك في مسح عملية السيئات. يبقى أنت كده عرفت كل حاجة. ولو تهت معايا في المعلومات اللي بتتقال دي، اسمع الفيديو مرة تانية، اسمع الفيديو مرة تانية عشان عقلك يستوعب اللي بيتقال. وأهم شيء تكون كاتب كل اللي احنا قلناه ده، التاريخ البدء وتاريخ الولادة، اليوم اللي انت جيت فيه في الدنيا مهم انك تكتبه، والخيال وانت شايف الورقة اللي انت كتبتها ومعترف بها امام الله بايدك اهو، انا كتبت يا رب ذنوبي كلها
بستغفرك عليها، معصية كلها بستغفرك عليها اللي فاكرها واللي نسيها، سيئاتي كلها، وهبتدي أعمل فعل للسيئات أي صدقات أي حاجة أمور بقدر المستطاع ليا عشان تغفر لي يا رب الجزئية دي. هنا بقى أنت هتشوف النتائج، هنا بقى آيات ربنا هتتحقق فيك. دي طريقة للناس اللي بتقول لي أنا ما بفتكرش الذنب، دي أفضل طريقة هتجيب معاك. استخدمت فيها اليوم، واستخدمت فيها اليوم اللي اتولدت فيه، وكتبت فيها استعنت فيها بأول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، واستخدمت أهم شيء في الكون اسم الله الحي، واسم الله الغفور، واسم الله القيوم. والإحياء هنا فيها شفاء عشان لو عندك مرض ولا حاجة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاستخدم الجلسة دي زي ما بقولك صدقني، واكتب اللي احنا قلناه ده كله، وابدأ في الجلسة دي، وان شاء الله تحس النتائج من أول ما بدأت. والمدة بتاعت الجلسة بقى زي ما انت عايزها، زي ما انت عايزها، 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة. يعني لو انت بتتعانى وعندك نسبة اكتئاب عالية، او اي امراض بدأت تتجلى في حياتك، او اي او عندك عضو تعبك، لا زود المدة على قد ما تقدر. كل ما قدرت تزود مدة الجلسة، كل ما حققت منها نتائج من تاريخ ما تخلص الجلسة وتفوق منها. اهم شيء النفس، اهم شيء الجلوس لوحدك، اهم شيء محدش يقطعك، اهم شيء تتخيل وانت مغمض عينك شايف الورقة دي، انت شايف الورقة اللي انت كتبتها وبتعترف امام الله سبحانه وتعالى بكل ذنوبك وبكل سيئاتك وبكل معاصي. واهم شيء انك انت اول ما تبتدي الجلسة دي زي ما قلت لكم من شوية، برضو اهم شيء انك انت تبتدي انك تعمل صدقات للسيئات ده. القسم ده، قسم السيئات ده مهم جدا في حياتنا، واكيد اكيد كلنا بنعمل سيئات بلا شك في دي. فهي دي الطريقة الصحيحة للاستغفار. استغفر ربنا بالأسماء دي، استغفر ربنا بالمعاد، استغفر ربنا من يوم ما اتولدت، استغفر ربنا بكل معاني الكلمة، وكل ما حضرت القلب أثناء الاستغفار، كل ما جبت نتائج أسرع وأحسن وأسهل، وبيها تذوق نعمة جنة الاستغفار الصحيح. ربنا يبارك فيكم. وهو ده كان فيديو معاكم النهاردة. استخدم الطريقة اللي بقولك عليها دي، وإن شاء الله تحقق اللي ما كنتش متخيله في حياتك. السلام عليكم.